طيب قلبي ما تنسوش تحطوا لي لايك وفعلوا زر السبسكرايب، وفضلا وليس امرا ممكن تفعلوا زر الجرس هتلاقوه تحت عشان اي فيديو جديد انزله يوصل لكم اشعار وتبقوا ضمن عائلة يوميات اي اند ام مغتربة. يلا بينا على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. وحشني جدا 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 من اخر فيديو نزل لكم على القناة. طبعا انا فين؟ في سوق الشمال اللي هو سوق المزارع او يوم المزارع اللي بيكون يوم السبت. طبعا ده مش يوم السبت نهائي، يعني انا جيت صورت المكان الاول في الهدوء عشان اعرف اصور شوية بعض المنتجات اللي موجودة، لان طبعا يوم السبت ما بتعرفيش تصوري. وصورت لكم برضو جزء من المقاطع اليوم السبت. طبعا دي الذرة وفي طماطم وهتلاقي ملفوف وبطاطس وبصل وبيض وجبنة وزبادي، كل حاجة متوفرة في السوق ده، والأسعار بتبقى متفاوتة لأن المنتجات دي بتيجي من أغلبية الأماكن، القصيم وحائل والخارج ومزارع الخلدية، وبيكونوا الباعة مختلفين من كافة المناطق، فبيختلف وكل واحد اللي بيشتري على حسب يعني جودة الحاجة والسعر كمان، لأن السعر بيختلف برضو في السوق من بداية السوق لآخر السوق لنص السوق، يعني مختلفين تماما. فالسوق موجود، أنا بوريكم نبذة عنه. كل الخضار موجودة، وفي برضو قسم للخضروات العضوية، وفي برضو قسم بيبيعوا زيت الزيتون والتمر وال ايه كمان يا ربي، التمور، كل حاجة متوفرة في السوق. شايفين ده شكل السوق اهو يوم الجمعة. انا رحت اصور، قلت عشان اعرف اصور شوية قبل يوم السبت، لان المكان ده يعني يوم السبت صعب جدا انك تمشي فيه وتصوري فيه، صعب جدا لان بجد بيكون زحمة، بتلاقي الباعة والمشتريين والعربيات اللي بتنقل الحاجة، فصعب التصوير فيه. أنا صورت بعض اللقطات وهوريكي الصعوبة في التصوير. طبعا شلت لقطات كتيرة لأن كانت بتظهر فيها وشوش ناس، فقلت نصور شوية كده في البداية. طبعا أنا نزلت على قناتي قبل كده فيديو سوق المزارع، كان بسيط جدا، بس قلت هزود الفيديو ده ووريكم يوم الجمعة بيكون يوم المزارع عامل ازاي، ان هما بيفرشوا حاجتهم وبيجهزوا ليوم السبت. طبعا بيبقى فيه منتجات حليب واللبن وجبنة وزبادي وسمنة زي ما حطيت لكم في الصور البداية، وبرضو بيبقى فيه بيض بلدي وبيض بصفرين، وكل واحد بقى يعني يشوف اللي يناسبه. ده البامية اللي انتوا شايفينها، ده كده بامية. وطبعا في انواع من الذرة في نفس المكان، في ذرة بتبقى سال وذرة شاوي، وبتبقى ذرة اللي هي يعني بتبقى ناشفة شوية فبتعمليها بنفس دي الذرة اللي انا عملته. ده الخس الكابوتشا زي ما انتوا شايفين كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا السوق بيبقى من الصبح من بعد الفجر لحد بعد العصر، يعني للساعة 4 كده خلاص بيكون السوق شطب. طبعا انا رحت وصورت يعني وقت الظهر كده شوية عشان يعني قلت يبقى اهدى، بس برضو لقيته برضو زحمة. هنا برضو بيبقوا فرشين وبيستعدوا ويجهزوا حاجاتهم، وبيبقى الجرجير موجود والخضار كله، حتى الكرفس والكرات بتلاقيه برضو موجود عند اغلبية الباعة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا خدت السوق كله يوم الجمعة من اوله لاخره،
وبيبقى فيه كمان قسم للفاكهة، وفيه فاكهة كمان ما بتلاقيهاش في الأسواق اللي جنب مننا هنا، بتلاقيها موجودة عندهم هناك شايفين. وكمان الفول الأخضر موجود، والجزر، وكل حاجة موجودة، حتى الملوخية بتلاقيها موجودة كمان عندهم، وبتبقى أنواع. هتقولي لي يعني ايه ملوخية أنواع؟ يعني اللي شاطرة في الطبيخ هتفهم انا قصدي ايه. ادي البطاطس القلي برضو والسل، لان ده موسم البطاطس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. كل حاجة متوفرة في قلب السوق. طبعا اللي يعني حابة تجري شوية وتوصل ليوم السبت، يوم الزحمة، واني مش عارفة اصور، فممكن تقدم الفيديو كمان شوية قدام. هنا بقى القسم ده كده شوية بيبقى فاكهة، وبيبقى مختلط السوق عادي، بس بيبقى القسم ده غالبيته بيبقى بداية الفاكهة من هنا لشوية نص قدام. هنا بقى البرتقال والطماطم، وهتلاقي بطاطا، وهتلاقي الفاكهة في الجهة التانية برضو هصورها. طبعا انا بمشي وهما لسه بينزلوا الحاجة اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. طبعا انا عديت اللقطة لان كانوا عمالين ينزلوا ويحطوا، وانا راجعة هبقى اصوره اكتر ان شاء الله. ده شكل السوق. السوق بيبقى لحد النخل اللي هناك ده كده، مفروش كله سوق المزارع. كل اللي هناك ده كده بيبقى برضو مفروش. بيبقى الغالبية دي كده لحد المنطقة اللي انا هشاور لكم عليها دي، بتبقى قسم المواد العضوية. بيبقى فيه بقى تمر وزيت زيتون، وبتبقى حاجات كتير. انا حطيت لكم شايفين لحد اللوح دي كده. بيبقى القسم ده قسم خاص بالمواد العضوية او الاغذية العضوية. دي الذرة اهي، يا دوب عمال ينزلها من على السيارة، وعمالين نتفرج. واحد تاني برضو عمال ينزل ذرة وكروم، يعني بيبدأوا ينزلوا. ربنا يرزق الجميع يا رب. المنتجات حلوة جدا، السوق جميل اهو. ده القسم بتاع الفواكه. انا حاولت اصور شوية بس عشان زي ما قلت لكم كانوا بينزلوا اغلبية بضاعتهم. ده العبري، وده البرتقال، وفي برضو يستفندي، وانواع التفاح، وبرتقال عصير، وبرتقال بصرة، وهتلاقي انواع برضو من المانجا عنده. يلا بقى نروح نشوف يوم المزارع، يلا بينا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وده بداية السوق يوم المزارع تاني يوم. طبعا هم خلاص فرشوا الحاجة. هنا بقى الملوخية والخس، والحاجة مفروشة. طبعا انا معرفتش اصور اليوم ده نهائي عشان كان زحمة يعني، وقطعت كتير من الفيديو من التصوير عشان كان في صور ناس بتبان. هو ما حدش اتكلم، بس يعني انا خفيف كده. ده الخضار الموجود، في كميات بتبقى صغيرة، بيبيع لك بخمسة، بيبيع لك بعشرة، وانتي بتشوفي السوق من اوله لاخره، وبتختاري النوعيات اللي انتي محتاجاها والكميات كمان. دي الطماطم، وكمان القرع، بيبقوا ما شاء الله يعني. اللي شاطرة في المفاصلة هناك تفاصل، اللي مش فاطرة في المفاصلة خلاص تسمع السعر وتشوف كام حد كده لحد ما يعجبها السعر وكمان الحاجة. شايفين الحاجة مختلفة، طماطم طماطم. ده الدورة اللي كنا مصورينه يوم الجمعة امبارح، وجنب منه الطماطم اهو. السوق حلو جدا يا بنات، كل حاجة متوفرة فيه، اي حاجة محتاجاها لبيتك تكفي يعني. زي كده ما بتنزلي تجيبي طلبات الاسبوع كلها، بتنزلي السوق ده يوم السبت بتجيبي طلباتك كلها في يوم واحد، وبتفرزيها عندك في التلاجة وفي الفليزر، تكفيكي بطول الاسبوع ويمكن اكتر كمان. زي ما انتوا شايفين كده الطماطم بجد انواعها حلوة جدا، وهتشوفي انواع. اذا انت عايزة تجيبيها صلصة هتلاقيها، هتجيبيها حمرة حمرة حمرة، هتلاقي انواع كده زي حمرة يعني، حمرة مش محتاجة تحط لها صلصة، وزي الصناديق اللي انتوا شايفينها دي، واذا محتاجاها صغننة شوية، اذا محتاجاها مخضرة شوية تنفع للسلطة وماسكة نفسها برضو هتلاقيه متوفر. ده الجزر، اسمه ايه الفول النابت،
تقريبا الفول، صح؟ الفول ده الفول والطماطم برضو، شايفين بتبقى الطماطم من الصناديق، يعني اعلى سعر ممكن يقولك للصندوق ممكن يقولك 15، اعلى حاجة ممكن تلاقيها في السوق كله كامل يقولك 20. وهنا البطاطس، طبعا انتي بتشوفي النوعيات، انتي عايزة نوعية البطاطس ايه، عايزة الحاجة ايه، بتختاري انتي، وبيبقى السعر بتسمعي من ده سعر وتسمعي من ده سعر، وبتشوفي انتي المناسب ليكي ايه. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، ده كده سوق المزارع، موجود في شمال الرياض في حي المروج. يا رب الفيديو يكون عجبكم واكون لطيفة ظل عليكم، حاولت اصور على قد ما اقدر، بس شايفين كل شوية بوقف الكاميرا واغلبيته متقطش صور. ده برضو سوق المزارع، في بيبقى سطول كبيرة وفي بيبقى كراتين صغيرة، هو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. دول في الغالب بيقولوا 5 أو 10، بالشكل اللي انتوا شايفينه. هنا الجزر والملفوف زي ما انتوا شايفين كده،